أصالة وشيرين وأسو قرروا يعملوا عملية تجميل. نعم مثل ما سمعتوا، عملية تجميل وبالخصوص عملية تجميل الأنف صارت ترند آخر فترة بعالم اليوتيوب، حيث أجرى عدد كبير من اليوتيوبرز العرب هالعملية. من بينهم شفنا نارين بيوتي ونور ستارز وسيدرا بيوتي قبل فترة، ورزان وفريد الشهراني قبل فترة قصيرة. إلا أنه أصالة صدمت الجميع بتنزيلها لها الستوري المفاجئ واللي علقت من خلاله على شكل أنفها، وأنها حابة تجري عملية تجميل على مستوى الأنف. فما سبق لأصالة وتحدثت عن هذا الموضوع من قبل، ولكن ومن المعروف أنه أنس مروة زوجها بيكون رافض لها الأمور، ودائما ما بيحكي بفيديوهاتهم أنه بيحب شكل زوجته الطبيعي. فشو رأيكم أنتو؟ هل ممكن تخضع أصالة للعملية؟ ومن غير أصالة، فشيرين بيوتي عم بتفكر بإجراء العملية من قبل فترة، من بعد تجربة كل من إخواتها البنات نارين وسيدرا، ولكن الجمهور دائما ما كان ضدها بهالخطوة نظرا لشكل أنفها الجميل اللي مبرز جمالها. فشو رأيكم أنتو؟ وأسو كمان شاركت هالستوري المفاجئ مع متابعينها واللي علقت من خلاله بي: قررت أسوي عملية تجميل أنف، واختفت من بعده لحد الآن. فشو رأيكم باللي عم بيصير؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.